استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم اللورد ديفيد هاول رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس اللوردات البريطاني الذي يزور مملكة البحرين حاليا. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أكد أن تعاون مملكة البحرين مع المملكة المتحدة قوي ومصالح البلدين مشتركة، وأي خطوة تدعم هذا التعاون الاستراتيجي ستحظى بكل دعم وإسناد من مملكة البحرين، مشددا سموه على عمق ومتانة علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتي تمتد لأكثر من 200 عام، معربا سموه عن حرص حكومة البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة وتطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين في كافة المجالات وبما يحقق مصالحهما المشتركة. ونوه سموه إلى أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين بهدف البحث في أوجه التعاون والتنسيق المشترك وتفعيل ما يجمع البلدين من اتفاقيات التعاون للارتقاء بمستويات التعاون بين الجانبين في كافة المجالات. كما تطرق سموه خلال اللقاء إلى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على جهود حفظ الأمن والاستقرار والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مشددا سموه على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق الدولي على كافة المستويات بهدف الوصول إلى صيغ مشتركة تكفل معالجة القضايا الراهنة والتي تشكل خطرا على مجمل الأوضاع في العالم. من جانبه أبدى اللورد ديفيد هول رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس اللوردات البريطانية أبدى إعجابه بما تحققه المملكة من تقدم في المسارات التنموية، مشيدا بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية البريطانية وما تقدمه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من دعم وإسناد لتعزيز آفاق التعاون بين البلدين.